أفادت مصادر فلسطينية في بلدة يعبد شمالية الضفة الغربية أن الجيش الإسرائيلي يعزز من قواته في عملية المداهمة للبلدة بعد مقتل جندي إسرائيلي اليوم. وتفيد المعلومات من يعبد أن القوات الإسرائيلية تستعين بجفرافات عسكرية لمداهمة منزل يشتبه أن أحد المطلوبين الفلسطينيين يختبأ به. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن حملة اعتقالات واسعة في البلدة. وقد شيع مئات الإسرائيليين جثمان الجندي عميت بن يجال والذي قتل في يعبد بعد إلقاء فلسطينيين حجرا عليه. ونبقى في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أصيب شاب فلسطيني بجروح إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه في حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس بعد محاولته تنفيذ عملية الطعن بحسب بيان الجيش الإسرائيلي. وأوضح الجيش أن الشاب اقترب من عناصر حرس الحدود مشيرا أداة حادة قبل أن يطلق عليه الرصاص ويتم احتجازه. هذا وأعربت جهات أمنية إسرائيلية عن مخاوفها من أن تتصاعد موجة العنف بالتزامن مع بحث الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. حول آخر التطورات تنضم إلينا مراسلتنا أصالة زريقي. مرحبا بك يا أصالة عبر الخط الهاتفي. أنباء غير رسمية تتحدث عن محاصرة مبنى سكاني وسط بلدة يعبد وعن اعتقال إسرائيلي لمنفذ العملية. ما هي آخر التطورات؟ نعم أدهم، إذا بداية هنالك أنباء غير مؤكدة حتى الآن بأن عناصر الجيش الإسرائيلي قد ألقت القبض على منفذ عملية إلقاء الحجر أو قتل الجندي الإسرائيلي في مدينة يعبد، حيث يطوق الجيش الإسرائيلي الحي الذي يقع به البيت الذي حصلت فيه الحادثة وهو حي سلمة. كما هنالك تمركز لعدد من الجنود في نقاط مراقبة على أسطح المنازل في هذا الحي. هنالك طوق كامل مفروض على البلدة وذلك بموجة ثانية قد حدثت خلال هذا المساء بعد موجة أولى كانت خلال صباح هذا اليوم، كانت فور الإعلان عن قتل هذا الجندي. كانت هنالك حملة اعتقالات واسعة إن كان في الموجتين لأفراد من العائلة التي تقطن في البيت الذي تم فيه رمي الحجر على هذا الجندي. كما وأيضا هنالك اشتباكات ما بين المواطنين والقوات الجيش الإسرائيلي والتي أسفرت عن جرحى منذ الصباح إن كان بالغاز المسيل للدموع من حالات اختناق وإن كان أيضا بالرصاص الحي. إذن بالنسبة لقتل أو لإلقاء الحجر على هذا على الجندي الإسرائيلي وهو من لواء جولاني في الذي كان قد أقام كان ضمن الفريق الذي قام بحملة اعتقالات خلال هذا الصباح لأربعة شبان من هذا الحي من هذه. نعم أصالة، هل من معلومات جديدة حول خلفية الحادث من قبل إسرائيل؟ نعم، إذا بالنسبة للحادث فحسب التحقيقات التي أجرتها القوات الإسرائيلية فإن البيت الذي ألقي منه الحجر بداية هو البيت الذي كان آخر بيت كانت فيه الفرقة أو فريق الجيش الإسرائيلي للقبض على الأشخاص من هذه البلدة. كما وعلى الرغم من أن الجندي كان يحمل أو كان على رأسه الخوذة فإنه أصيب بالحجر لأنه قد نظر إلى الأعلى حيث أطلق الحجر من سطح هذا البيت. نكتفي بهذا أصالة. مراسلتنا أصالة زريقي حدثتنا من يعبد، شكرا جزيلا لك.